طبعا سوف يكون اليوم الجمع العام لتجديد المكتب المسير لهذه الجمعية. هذا المكتب اللي دام تقريبا واحد 4 سنوات، لان كنا غير نريد في سنتين مع ظروف الجائحة وذلك الشيء، ارتأينا ان نؤجل هذا الجمع العام الى اليوم، وهو كيجي في واحد التحديات، واحد ديال التطور اللي كتعرفوا المهنة التقني في الأشعة، خاصة اننا التكنولوجيا الجديدة اللي كتعرفها الميدان الإشعاعي. ولهذا قررنا اليوم اننا باش نعطي واحد النفس جديد للناس اللي غادي يطلعوا لنا في المكتب، الشباب اللي غادي يكونوا، باش يقدروا يواكبوا المسيره اللي ديناها حنايا من اجل التكوين المستمر للتقنيه في الاشعه، من اجل تنظيم ايام دراسيه على الصعيد الوطني، ومن اجل تحفيز التقنيين في الاشعه، وكذلك النظر في والبت في مشاكلهم في تحسين مستوى المهنه ومستوى الشغل في المستشفيات المملكه. الحضور ديالي اليوم رفقة جميع الزملاء اللي معانا في هذه المهنه ديال التقنيين ديال الاشعه، اللي الحضور للجمع العام لتجديد مكتب الجمعيه المغربيه لتقنيي الاشعه. هذه الجمعيه اللي عندها اهداف فيما هو علمي، عنده شق ما هو يخدم صالح ديال المهنه، وكاين شق ترافعي من اجل الدفاع على مهنه ديال تقنيين الاشعه. شكون هو تقني الاشعه؟ هو داك لو تكنيسيان اللي كيشتغل في اقسام الاشعه في المستشفيات، في الاقسام الاشعه، في الراديو، في السكانير، في اليرام. هذا غير باش نوضحوا زعما شنو هو الطبيعه ديال العمل. هذه المهنه هذه كتدخل في واحد التواصل دائم مع المواطن، وكتخدم الصحه ديال المواطن. الا كان دفعنا على ان هذه المهنه خصها تبقى عندها الكفاءه وتبقى عندها تكوين مستمر وتكون واحد التثمين ديالها والدفع بها الى الامام، فهذه المهنه هذه غادي تكون الخدمات اللي غتقدم للمواطن فغتكون واحد الخدمات اللي هي ذات مستوى وذات جوده، لان المواطن عنده الحق في الصحه وفي خدمات من طرف اطر كفؤه. الجمع العام اليوم غادي يتم تجديد ديال المكتب، واللي غادي يكون غادي يرفع على العاتق ديالو هذه المهمه ديال الدفع والترافع من اجل اخراج هيئه وطنيه لتقنيين الاشعه على غرار باقي المهن المقننه، لوضع حد للتسيب الذي تعرفه هذه المهنة، خاصة في المستشفيات الخاصة والمصحات الخاصة، لأنها تعرف واحد التسيب وتعرف ترامي على هذه المهنة التي يؤطرها القانون، التي غادي نقول كتعرف واحد التكوين جيد، خاصة في المعاهد الوطنية، المعاهد العمومية، تكوين عنده واحد القيمه كبيره، كتقاطع فيه بزاف ديال لي ديسيبلين اللي غادي نقولوا سيونتيفيك. فحنا هذا هو الغرض ديالنا من هذا الجمع العام اليوم، وهو انه نحاولوا نرجعوا لا فالور لهذه المهنه هذه، ونحاولوا انه تكون الصحه ديال المريض هي اللي في الافق، لان اي انجاز، اي خطوه، اي نشيطه دارت فغادي يكون هذا هو الهدف ديالها. وكانت اون بروبوزيسيون ديال واحد المحاضره اللي هي الاولى من نوعها، اللي غتكلم على تقني في الاشعه، غتكلم على العمل ديالو في مختلف المصالح في المملكه. كاين مصالح ديال السكانير، كاين مصالح ديال الاشعه لي ماج غي ستوندار، كاين مصالح ديال لي غام، كاين مصالح ديال الطب العلاجي بالاشعه اللي هو لا غادوثيرابي. كان واحد العرض اخر اللي تكلم على المصنف ديال الاعمال والكفاءات، اللي هي المطالب ديال التقنيين باش يتعرف الدور ديالهم والحدود ديال الاشتغال ديالهم والاختصاص ديالهم، واين يبدا الدور ديال التقني واين ينتهي داخل المصالح ديال الاشعه بمختلف ربوع المملكه. من موراها كاين واحد الجمع العام يعني اللي غادي يكون فيه تجديد ديال المكتب، وسيتم ضخ دماء جديده. كاين شباب اللي عندهم غيره على المهنه، اللي عندهم افكار، اللي عندهم تصور على على على, على الطريقه ديال العمل المستقبلي، وعندهم مشاريع اللي غادي يقدروا يخدموا عليها، اللي غيكون فيها شراكات مع جمعيات اجنبيه توأمة، او مثلا يستافدوا من التجارب ديالهم. كاين مشاريع اللي غادي يشتغلوا عليها مثلا كندوات علميه اللي تكون مستقله بذاتها، اللي غتكلم على الهموم وعلى على 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 الضغوطات وعلى الاكراهات ديال العمل داخل مصالح الاشعه. كاين مشاريع اللي غادي يكون فيها ارجاع الثقه
ديال داك التقني في الأشعة اللي كيشتغل على أرض الواقع، وأنه ينخرط في العمل في العمل الجمعوي، حيث العنصر الأساسي والفاعل الأساسي ديالنا في العمل الجمعوي هو الانخراط الفعلي ديال داك التقني المزاول في على أرض الواقع. حيت لما كانش هذاك التقني معنا في الأنشطة ديال الجمعية ما غاديش نقدروا نزيدوا لقدام، ما غاديش يكون عندنا واحد الوزن، وما غاديش يكون واحد الدور التشريعي اللي خاص تقوم به الجمعية المهنية في الترافع على هاد التقنيين وباش تزيد الأمام بهاد المهنة.